كتب الأستاذ الصحفي أحمد ناجي في بداية السبعينيات كان عدوية يتربع على عرش مبيعات الأسطوانات الغنائية وشرايط الكاسيت، وقد جعل صعوده الصاروخي زملائه يطلقون عليه كما قال حسن أبو عثمان لمفيد فوزي في حوار صحفي سنة 76: عدوية المرزق، شاب وسيم رزقه الله بالمال والشهرة لكنه أعزب. ركزت الصحافة الفنية على النقطة الأخيرة في تغطيتها لأخباره، لذا حينما وقع الفتى في الحب وقرر أن يتزوج احتل هذا الخبر مكانة بارزة في الصحافة الفنية. ففي زمن عاد فيه جيل كامل من الحرب ليجد شبابه قد انتهى ويجد نفسه عاجزا عن الزواج محاصرا بالبطالة، قدم عدوية صورة مضادة لكل هذا، فهو الذي لم يذهب للحرب ولم يطلق رصاصة واحدة وغنى السح الدح بو فرزق بالمال والشهرة، رأوا في حالته هدفا لمقتهم ورمزا للزمن الذي ظلمهم. في عرضها الذي نشر بتاريخ 7/2/74 نشرت مجلة الموعد الفنية خبرا صغيرا تحت عنوان مطرب السح الدح يخطب فتاة أحلامه، وده اللي نشر: مطرب السح الدح يخطب فتاة أحلامه. اهتمت المجلة بتضمين الخبر فقرة صغيرة عن العروس، وهي هانم مرسي 17 سنة طالبة بالثانوية التجارية ووالدها تاجر كباب من بنات المعادي، مع إشارة لأنه حي أحمد عدوية نفسه، مما يشير لاحتمالية وجود قصة حب طويلة. بخلاف هذا الخبر سيختفي اسم هانم مرسي من الصحافة، بل أن عدوية لن يشير لتلك الخطبة حتى، وحينما يتحدث عن قصص حبه سيذكر لأيمن الحكيم أن أول قصة حب في حياته كانت قبل الشهرة، حين كان يقيم في شقة صغيرة وأحب فتاة تسكن مع أهلها في الدور الأولاني، فطلب من صديقه الشاعر سمير محجوب أن يكتب له أغنية عن الدور الأولاني، ولحنها له ملحن كان يعمل معه في شارع محمد علي اسمه علي رضا، وكانت هذه الأغنية شبكته التي قدمها للفتاة عند خطبتها، لكن الفتاة على حد قوله جالها مرض خبيث وماتت في سن صغير. ثم نشرت مجلة الموعد في عدد 11 مارس 76، وهذه المرة بالصور، خبرا بعنوان عدوية يزف مرة تانية. وصفت الموعد العروس بأنها الآنسة نوسة أحمد عاطف ملكة جمال المعادي. عدوية يزف مرة تانية، ديت نوسة زوجة عدوية. اختار عدوية ملهى الأريزونا لحفل زفافه الثاني أول الملاهي الليلية التي غنى فيها بتوصية من شريفة فاضل. حوى التقرير صورة العدوية مع عروسه وحماه، وصورة ثانية فيها يحتوي عدوية عروسه بين ذراعيه، والتعليق أسفلها: عدوية يحتضن عروسه بكل حب ويؤكد لها كذب ما قالته الوشايات عن غرامه بسواها، ديت نوسة مرات عدوية. أحاطت الصحافة أخبار زواج عدوية ونوسة باهتمام بالغ. على سبيل المثال انتشرت شائعة أن أحمد عدوية يشتري لعروسته ب 300 جنيه شوكولاتة في الوقت الذي لم يكن مرتب خريج الجامعة يتجاوز ال 180 جنيه. سأله مفيد فوزي عن شائعة الشوكولاتة، يضحك وينكر بالطبع ويسخر قائلا: ده حتى ما ينفعش، لو عملت كده أسنانها تقع. فرضت ملكة جمال المعادي حضورها في حياة أحمد عدوية والصحافة، لم تكن مجرد ملكة جمال في الخلفية، كانت تصر على أن تتحرك معه وأن تحضر حفلاته، سواء إذا كانت في فندق 5 نجوم أو في فرح شعبي، وأن تتدخل في ملابسه وطبيعة اختياراته وتعاقداته الفنية. حتى أنه في مايو 76 نشرت مجلة الكواكب أن ألبوم عدوية في لندن سيحوي مفاجأة للجمهور، حيث ستشاركه زوجته بالغناء، كانت معاه في كل حتة. كان عدوية يستجيب لكل طلبات وأمنيات الملكة، لكن مثل أي زوجين شابين تعرض زواجهما لأزمة لا نجد تفاصيلها واضحة في الصحافة.
كانت هناك فقط أخبار عن انفصالهما وأن عدوية ترك نصف مصر وسافر لشهور لإحياء حفلات خارج مصر. في حوار له مع عدوية يذكر مفيد فوزي أنه حين انفصل أحمد ونوسة سقط شعر رأسها حزنا على فراقه، بينما كتب محرر الموعد أن عدوية رغم سفره في بلاد الله الواسعة لم ينس حبيبته، وكان مثلها يتعذب في حبها من بعيد لبعيد، لكن عيونه كانت تراقبها وأرصاده كانت على مقربة منها، وكان يكاد يعرف ماذا تفعل وكيف تقضي أيامها، بل وماذا تأكل على الإفطار، وكيف أحبت الملوخية من أجله. أفردت مجلة الموعد في عدد 23/8/1978 ثلاثة صفحات بالصور غطت فيها بالتفاصيل عودة نوسة لبيت عدوية. دي الثلاث صفحات كلهم كلام عن عودة نوسة لعدوية. حللت المجلة قصة حب عدوية ونوسة بداية من جمالها الذي أثر عدوية فترك خطيبته الأولى وشغفه بحبها وتحقيق كل أحلامها. يؤكد محرر الموعد أن انفصال أحمد ونوسة استمر لمدة عام ونص، وخلال هذه المدة لم يخب الحب بين الاثنين، ظل أحمد مشغولا بنوسة. ثم ذات يوم رن جرس الباب، وبدون مقدمات كان هو على الباب، ابتسامته تملأ وجهه، وإلى جانبه الصديق الملحن وعازف الأكورديون حسن أبو السعود وزوجته الممثلة نبيلة الأنصاري. في تلك اللحظة لم يكن للكلام أي معنى، كان الشوق قد برح به تماما وأخذ كل قلبه وتفكيره، هجم عليها باللهفة نفسها التي هجمت بها عليه، واحتضنها وقبلها لم يكون بحاجة إلى مأذون يعيدهما، فقد كان الطلاق انفعاليا وقيل بالفم مرة واحدة ولم يسجل في الدوائر الحكومية، وهذا يجعله قادرا على إعادتها. وهنشوف موضوع بقى حكاية الأميرة الكويتية واللي حصل ومرضه وإيه اللي حصل بالظبط ورد فعلها على الموضوع، كانت مشكلة جامدة. من الكويت جاءت الأميرة إلى مصر في منتصف الثمانينات، تعولت أن تأتي في الصيف هربا من ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة الخانقتين في الكويت، تقضي أجازتها في السباحة في حمام السباحة بفندق الماريوت وركوب الحنطور وحضور مسرحيات عادل إمام وشراء الملابس من بوتيكات مصر الجديدة التي تبيع الملابس المستوردة وزيارة خان الخليلي وبالطبع حضور حفلات أحمد عدوية. على مدار سنوات من المواظبة على حضور حفلات عدوية كان يحرص على توجيه التحية لها كلما حضرت بلباقة وذوق بالطبع، فدائما ما كان يحرص على إشعار كل فرد يحضر لسماعه بأنه يغني له فقط، لكن دون تجاوز ودون إفراط في إبداء الإعجاب بشخص على حساب شخص. هذه قواعد القار، وكما قال في واحد من حواراته: مستحيل لو لقيت معجبة بتتجاوب مع اللي بقوله وأغنية إني أغازلها أو أتصرف معها أي تصرف مش مظبوط، لأن ده شيء يسيء لسمعة الفنان خصوصا في الحفلات الخاصة، وأي فنان بتطلع عليه سمعة زي دي كل الناس وكل المحلات والملاهي بتقطعه وما بتتعاملش معاه لأنه بيبقى مصدر مشاكل. واللعب لعب والشغل شغل، وحبة فوق وحبة تحت، وقدم السبت تلاقي الحد. إعجابا بفنه وحضوره حرصت الأميرة على دعوة أصدقائها لحضور حفلات أحمد عدوية، فمعرفة الناس كنوز في النهاية. في 22 يونيو 1989 حضرت الأميرة إلى القاهرة، هذه المرة كانت بصحبة أصدقاء جدد من الكويت منهم أمير كويتي. ذهبت إلى حفلة أحمد عدوية في الماريوت حيث يؤدي فقرته في الليل، وحين ذهب لتحياتها أخبرته بأن صديقها الأمير اشترى بيتا فخما في مصر الجديدة، ويرغب في دعوة أحمد عدوية للغناء احتفالا بانتقاله للإقامة فيه، أي ما يعرف هذه الأيام بالهاوس وورمينج.
رحب عدوية بالرزق كما يجب أن يكون الترحيب، فأخبرته أن الأمير مقيم في الجناح 750 ويرغب في التعرف إليه. من العندي قبل العندي حبا وكرامة، لكن يجب أن أذهب إلى الغناء في شيراتون مصر الجديدة، وبعدها سأعود إلى هنا ونلتقي بالأمير ابن الأمراء. كان ذلك في مساء يوم 28 يونيو 1989. في محضر تحقيقات مباحث الجيزة الذي أشرف عليه العقيد إبراهيم بكير، سجل أحمد محمد موافي سكرتير عدوية تفاصيل تلك الليلة قائلا: بعد أن أدى الأستاذ ليو عدوية نمرته في فندق ماريوت، ذهبت معه إلى فندق شيراتون هليوبوليس ليؤدي نمرته هناك، وكانت بصحبتنا الأميرة، وجلست على إحدى الموائد جلست على إحدى الموائد تنتظره حتى انتهى من الغناء، ثم عدنا إلى الماريوت وجلسنا في الحجرة التي يخصصها الفندق للأستاذ عدوية طوال فترة غنائه بالفندق، وهي على حمام السباحة. بعد دقائق انصرفت الأميرة الكويتية إلى حجرتها بنفس الفندق، ثم اتصلت تليفونيا بعدوية، وبعد أن انتهت المكالمة التفت عدوية ليا وللسائق وقال: ممكن تنصرفوا دلوقتي علشان رجل أعمال كويتي بالفندق عايز يتعرف عليا، بس سيبولي مفتاح الأوضة. أتت الأميرة بعد ذلك وصحبت عدوية للغرفة 750، وأصبح بالغرفة 4 أشخاص هم أحمد عدوية والأميرة والأمير الكويتي ومضيفة طيران مغربية الجنسية تعمل في الخطوط السعودية. بالطبع كان الشيطان خامسهم. القصة التي يرددها الجميع بمنتهى الإيمان والثقة حتى الآن أن عدوية تعرض لعملية إخصاء على يد الأمير الخليجي في تلك الليلة بالغرفة 750، وتتحدث الأسطورة عن مؤامرة انتقام قادها الأمير ثأرا لشرفه، وذلك بوجود قصة حب بين أحمد عدوية وإحدى نساء الأمير. صحفي كبير ورئيس تحرير سابق أكد ذات مرة بثقة أن أغنية يا بنت السلطان هي السبب في قطع عضوه، لأنه غناها لأميرة خليجية فانتقم أخواتها منه لتشويه سمعة العائلة الملكية. لكن الحقيقة أن عدوية والأمير ينكران الاثنان معرفتهما ببعضهما البعض قبل هذا اللقاء، وفي رواية يتهمها لما حدث في تلك الليلة لا يذكر أي شيء عن غيرة أو صراع أو إخصاء أو دماء. وقبل أن نسقط في بحر الروايات المختلفة لما حصل، لنتمسك الآن بالحقائق. انصرفت الأميرة من غرفة الأمير مبكرا، وذلك لأنها تحب الاستيقاظ مبكرا للسباحة في حمام سباحة الفندق. في الصباح استيقظ أحمد موافي مساعد عدوية من نومه وبدأ في إعداد جدول اليوم. تأكد أولا أن الفرقة قد تحركت في طريقها للإسكندرية، حيث كان لديهم فرح مساء ذات اليوم. ثم اتصل بنوسة زوجة عدوية في بيتهم في الهرم، فأخبرته أن أحمد لم يعد للمنزل منذ أمس. توجه موافي لغرفة عدوية في الفندق، لكنه لم يجده في غرفته، ففكر في احتمال وجوده في حمام السباحة مع أولاده، لكنه لم يجده في حمام السباحة. ولكن وجد الأميرة، وحينما سارع بسؤالها عن مكان عدوية ارتدت ملابسها فورا وقررت اصطحابه إلى غرفة الأمير الكويتي. حينما وصل الاثنان للغرفة وجد الأمير الذي كان يجمع متعلقاته استعدادا للانصراف، بينما كان عدوية مستلقيا بكامل ملابسه وحذائه على الفراش ورغاوي بيضاء تخرج من فمه. حاولت الأميرة ومساعد عدوية إفاقته، لكنه لم يستجب لمحاولتهما، فأسرعت بطلب طبيب الفندق الدكتور مصطفى الشقنقيري. فحص الطبيب عدوية ثم أخبرهما بضرورة نقله فورا للمستشفى. نزلت الأميرة إلى استقبال الفندق، وهناك شاهدت الأمير الكويتي يوشك على الانصراف. وحسب شهادة مدير الفندق المناوب يسري إبراهيم، فقد صرخت: ما إن شاهدت الأمير ينصرف، وقالت: لا تتركوه ينصرف بهذه الحقيبة، إن بداخلها نفس الأشياء التي أعطاها لعدوية. لكن في النهاية انصرف الأمير، فلم يكن هناك أي مانع قانوني يقتضي احتجازه. لم يتم إبلاغ الشرطة، ولم يكن أحد يعرف ما الذي حدث لعدوية. والأهم أن الأمير كان يحمل جواز سفر دبلوماسي وينتسب للعائلة الحاكمة
الكويتية بتمام الساعة 4:30 يوم الخميس 29 يونيو 89. وصل إلى مستشفى مصر الدولي بالدقي أحمد عدوية بصحبة سائقه الشخصي ومدير أعماله والأميرة. وفقا للتقرير المبدئي كان عدوية في حالة غيبوبة ويعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وخلل بوظائف الكبد والكلى واضطراب في الأعصاب. لم يعلم الأطباء ما الذي حدث، فلم يكن هناك أثر لأي جرح ظاهري، فحاولوا إعادة الاستقرار إلى الحالة وأرسلوا عينات من البول والدم لمركز السموم بالعباسية لتحليلها. في اليوم التالي جاءت نتائج التحاليل لتثبت وجود آثار بكميات كبيرة من الهيروين والمورفين والكوديين. على الفور أبلغت المستشفى قسم الدقي بالأمر، فحرر المحضر رقم 185 أحوال الدقي بتاريخ 1 يوليو 1989. في غيبوبته انهار جهازه العصبي تماما. استمرت الغيبوبة لأيام دون أن يعرف أحد حقيقة ما حصل. وفي غياب الحقائق تكاثرت الأقوال والأساطير وولدت أسطورة إخصاء عدوية. شخص الفريق المعالج حالة عدوية بأنه يعاني الغيبوبة نتيجة اضطرابات في الجهاز العصبي وخلل في وظائف الكبد والكلى. كل هذا بسبب جرعة مخدرات زائدة متضاربة التأثير، وهي المورفين، كوديين، هيروين، ويسكي. قضى عدوية في الغيبوبة أسبوعين. حينما أفاق استغرقت استجابته للمؤثرات الخارجية 3 أشهر أخرى، لكن دكتور خير السمرة الذي كان مثل أي طبيب يسعى لترسيخ صورته وقدرته صارع بعد أسبوعين حينما أفاق عدوية بالتصريح للصحافة بأن عدوية قد استعاد وعيه، فصارعت نيابة المخدرات بالحضور للمستشفى مصرة على استجواب عدوية، لكن لم يجدوا أمامهم سوى جسد يتصل به أنبوب للتنفس وأنبوب للتغذية من الفم، حيث لم يكن قادرا على تحريك فكه لمضغ الطعام أو البلع. تراجعت النيابة عن استجواب عدوية، لكن المحامي العام أصدر قرارا بالتحفظ عليه في المستشفى وتشديد الحراسة على غرفته منعا لهروبه. دي صورته ساعتها 1989. تقدمت أسرة عدوية ببلاغ تتهم فيه الأمير الكويتي بمحاولة اغتيال أحمد عدوية، لكن نيابة قصر النيل حفظت البلاغ بحجة عدم وجود دليل على محاولة الأمير اغتيال عدوية. ظل عدوية يتلقى العلاج في مستشفى مصر لمدة 5 أسابيع تحت رقابة الشرطة والنيابة والصحافة، وأمامهم جميعا وقفت زوجته نوسة التي كانت تدير المعركة وتتابع مع المحامين وترد على الصحفيين وتشكو إلى الله الشائعات التي تطالها وزوجها وتبحث مع الأطباء خطط العلاج. اقترحت نوسة سفره لباريس لاستكمال العلاج، وهو ما تحقق بعد موافقة دكتور خير السمرة الذي صرح بأنه سمح بسفر أحمد عدوية. تطلب الأمر من أحمد عدوية سنوات طويلة من العلاج الطبيعي لاستعادة قدرته على الحركة والتحكم في عضلات فكه. بعد شهور في باريس للعلاج استعاد عدوية جزءا من قدرته على الكلام وعاد لمنزله في المعادي، فصارعت نيابة المخدرات بالانتقال إلى منزله للتحقيق معه. عندها روى للنيابة أن الأميرة الكويتية عرضت عليه إحياء حفل لأحد الأثرياء العرب بمناسبة شرائه شقة جديدة في مصر الجديدة، وصحبته إلى جناح الأمير للاتفاق معه. هناك عزم عليه الأمير بكاس ويسكي فشربه، ثم لم يشعر بالدنيا من حوله وغاب عن الوعي. أنكر عدوية دائما معرفته بالرجل قبل هذا اللقاء، وحينما اكتمل شفاؤه نسبيا كانوا يسألونه عن سبب ما جرى، أحيانا كان يصمت، لكنه ذات مرة انفعل على مدحت السباع الصحفي فيروز اليوسف قائلا: مش عارف مش عارف، ده أنا نفسي تقبض عليه. بس عشان يقرروه ويعرفوا منه هو عمل معايا كده ليه، ده أنا عمري ما أذيت حد ولا عمري كان فيه عداوة بيني وبين أي حد.
فقال له: أصل في كلام بيقول إن المليونير العربي إياه كان على علاقة بواحدة ست من الموجودين، أو بالتحديد الست اللي دعيتك للحفلة. وأنه لاحظ أثناء السهرة إن صديقته هذه معجبة بك جدا، وأنها كانت تصفق وتهلل لك بشكل مبالغ فيه، جعل جميع الحاضرين يتصورون أن هناك علاقة سابقة بينك وبينها، وهذا ما جعل المليونير يقرر الانتقام منك بهذه الصورة ليرد اعتباره أمام ضيوفه. أنكر عدوية بالطبع كل هذا، ووصف مثل ذلك الكلام بالظلم والافتراء، ثم انفعل على محاوره قائلا: وبعدين لنفترض أن الراجل ده شاف إن الست بتاعته أظهرت إعجابها بيا بشكل ضيق، مالي أنا بحاجة زي دي؟ ما يقوم بسلامته يلمها ويوقفها هي عند حدها، أو يلغي الحفلة خالص ويمشي كل الناس. صدقني الحكاية دي متوضبة ومترتبة من الأول، ونية الغدر والأذية عندهم من ساعة ما بعتوا الست إياها تعزمني على الحفلة. وأكبر دليل على كده إنهم بعد ما سموني وعملوا عملتهم كانت شنطهم جاهزة ومتوضبة قدام باب الأوضة، وطلعوا من الفندق على المطار طوالي، يعني كانوا حاجزين تذاكر السفر ومرتبين لكل حاجة قبل حتى ما أروح لهم. وبعدين ده اتضح كمان إنهم أخدوا فلوسي وساعتي وكل اللي كان في جيوبي عشان يبان القتل بقصد السرقة ويتبرأوا خالص من الجناية، لأن محدش هيقول إن المليونيرات الكبار دول قتلوا عدوية علشان يسرقوه. حديث عدوية عن السرقة أكده تقرير منشور في صحيفة الجمهورية بتاريخ 9/7/1989، نقل التقرير عن العقيد إبراهيم بكير رئيس وحدة المال أنه عقد مواجهة بين الفتاة الكويتية ومحمد موافي سائق زوجة عدوية، الذي اعترف أنه استرد من الساري الكويتي مبلغ $1,000 و500 وساعة ألماس وخاتم ألماس كان الساري يحتفظ بهم بعد دخول عدوية في الغيبوبة، وأنه كان ينوي تسليمها لإدارة الفندق عند مغادرتي خوفا من أن أستولي عليها أحد، واعترف السائق بأنه سلم المبالغ والساعة والخاتم لزوجة عدوية. لكن حينما وقعت حرب الخليج في نهاية ذلك العام، أصبحت عائلة الأمير الكويتي منفية من حكم الكويت، أصبحت الصحف والمجلات الفنية تنشر الاسم بلا تحفظ، كان قبل كده ما بينشروش اسمه. كان عدوية لا يزال يتلقى العلاج، بينما كان الأمير قد هرب من الكويت ويقيم بين مصر وسوريا وأحيانا إنجلترا، حيث تعيش زوجته وأبنائه. انتهت الحرب وتحررت الكويت في 26 فبراير 1991، بينما الأمير الشيخ مقيما معظم الوقت في شقته التي استأجرها بمنشية البكري في مصر الجديدة. حافظت النيابة جميع البلاغات التي تقدم بها عدوية ضد الشيخ متهما نيابه محاولة اغتياله، وبالتالي كان الرجل يعيش في مصر فرضا من العائلة الحاكمة التي جاء الكثير من أفرادها لمصر في أثناء الغزو. في بداية أبريل 91 تلقى العقيد محمد فرحات المفتش بمباحث المخدرات معلومات سرية بأن الأمير الشيخ يتاجر في المخدرات، وأنه مؤخرا جلب صفقة هيروين خام من سوريا بمساعدة صديق سوري الجنسية، وسيقابل أحد الموزعين الذي عرض عليه شراء البضاعة. فور إبلاغي بهذه المعلومات تم إعداد كمين متخفٍ له، وبالفعل ألقوا القبض عليه بجوار محل ويمبي للوجبات السريعة، وبتفتيشه عثر بحوزته على 600 جرام هيروين وبحوزة رفيقه السوري 3 لفات تزن كل منها 50 جراما. عاد خبر القبض على الشيخ التذكير بحادثة عدوية، وبدا الأمر عدالة إلهية. وذكرت الوفد أيضا أن المتهم في أثناء تحقيق النيابة معه أصيب برعشة وهياج وتشنج لعدم تناوله جرعة الهيروين في موعدها. اعترف الأمير أمام النيابة بأن الهيروين ملكه ولا دخل لصديقه السوري في الأمر، وأنه جلب الهيروين معه من سوريا للاستخدام الشخصي، لأنه يتعاطى يوميا 50 جرام هيروين بما يوازي 15,000 جنيه،
لكنه أكد أنه ليس مدمن وكشف عن ذراعيه ليريهم أنها لا تحمل آثارا لأي حقن، وذلك لأنه يتناول الهيروين بطريقة مختلفة وهي رقصة التنين، حيث يقوم بإحراق الهيروين في منقد داخل غرفة مغلقة ويستنشق الدخان، ولذا فهو ليس مدمنا، بل كما قال يستحيل أن يكون مدمنا لأنه عقيد في الجيش الكويتي وشارك في الحرب ضد صدام، ثم هرب عن طريق السعودية إلى مصر. أكد الشيخ أنه بريء من دم أحمد عدوية ونفى بشدة محاولة قتله، بل قال إنني في منتهى الشوق لرؤية عدوية بعد العيد لأبرئ نفسي أمامه، وأهلا وسهلا بفتح باب التحقيق في هذه القضية مرة أخرى. ودي صور من نشرته الجرايد ساعة الحادثة. أحمد عدوية، الحمد لله على سلامتك. نيابة المخدرات تخلي سبيل المطرب أحمد عدوية. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكم. قناة أخبار النجوم.